السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من مراسلون في الميدان. ومن أبرز ملفاتنا لهذا اليوم: شهيد في غزة متأثرا بإصابته في الجمعة الأولى لمسيرات العودة الكبرى، والاحتلال يستهدف أراض خالية شرق قطاع غزة دون وقوع إصابات. من طوباس نتوقف مع وقفة تضامنية هذا اليوم على أسرى الأطفال في سجون الاحتلال، وذلك ضمن فعاليات يوم الطفل الفلسطيني. في بيت لحم موضوع البؤرة الاستيطانية في الخضر ومراوغة الاحتلال في إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية. نرحب بشبكة مراسلين الذين ينضمون إلينا في هذه الأثناء من بيت لحم زميل هاني فنون، من غزة زميل فؤاد جرادة، ومن طوباس زميل أمير شاهين، من الخليل الزميلة عرين العملة. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع فؤاد جرادة من غزة. شهيد متأثر بإصابته في الجمعة الأولى من مسيرة العودة الكبرى، وأيضا استهداف شرق غزة دون إصابات، بالإضافة إلى تحضيرات للجمعة الثالثة من مسيرات العودة، والتي حسب نشطاء قد تكون جمعة تحت شعار جمعة العلم والعلم الفلسطيني فقط الذي يرفع في هذه الجمعة. تفاصيل لديك فؤاد، تفضل. نعم، يعني مساء الخير ولك وللسادة المشاهدين. بالفعل ارتقاء شهيد صباح هذا اليوم كان متأثرا بجراحه بعد إصابته في الجمعة الأولى التي انطلقت فيها مسيرة العودة الكبرى على الشريط الحدودي الشرقي، وكان في مواجهات تحديدا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. طبعا الأعداد لازالت مرشحة للزيادة نتيجة وجود أكثر من 20 حالة وإصابة لازالت ترقد حتى هذه اللحظة في العناية المركزة، ومما يعني أنه من الممكن أن يكون هناك عذرا من الممكن ان يكون هناك يعني ارتفاع متوقع لحصيله الشهداء منذ انطلاق هذه المسيره. حتى يومنا هذا بلغت حوالي 30 شهيدا، علاوه على عشرات وربما مئات الجرحى اذا ما يعني استثنينا منهم حتى الاصابات بالقنابل الغاز والاختناق. هذه هي صوره الاوضاع فيما يتعلق بالشهداء وحصيله هذه الشهداء. اما فيما يتعلق بالاعتداءات المستمره على قطاع غزه وبرا وبحرا وحتى جوا، طائرات الاحتلال الاسرائيلي اغارت اليوم بصاروخين على الاقل من طائرات استطلاع او ما تسمى بطائرة الزندانة هنا في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، على منطقة قريبة من ما يسمى بالإدارة المدنية الواقعة شرق مدينة جباليا أو محافظة جباليا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، ولكن يعني بلغ عن وقوع أضرار مادية في المنازل المحيطة بهذا المكان، وهذا من المتوقع في قطاع غزة نتيجة صغر ويعني الجغرافيا الضيقة في قطاع غزة ونتيجة تزاحم المنازل بجوار بعضها البعض، فأي استهداف يكون حتى لو كانت لأرض فارغة هذا يؤدي إلى وجود أضرار مادية وجسيمة ربما في الأماكن المتواجدة وفي المنازل المحيطة بهذا المكان المستهدف. في عرض البحر أيضا كان الاستهداف للصيادين، وهو يعني أصبح شبه يومي بالنسبة للصيادين. أطلقت البحرية الاحتلالية المتمركزة في عرض بحر غزة على زوارق الاحتلال الإسرائيلي رشقات من الرصاص باتجاه الصيادين، لم يبلغ أيضا عن وقوع إصابات أو حتى أضرار في مراكب الصيادين، ولكن هي محاولة لهدف إبعادهم عن المناطق المسموح الصيد بها حسب ما يعني يزعم الاحتلال بأنها لا تبلغ الستة ميل أو يعني في أعلى حالاتها، وإن كانوا حتى لا يصلون إلى هذه المسافة البحرية إن صح التعبير. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في قطاع غزة. على صعيد الاحتلال الأسرى ويعني ما أبلغه الصليب الأحمر لنا وباتصالاتنا مع الصليب الأحمر، أكد بأن هناك 50 عائلة توجهت إلى سجن نفحة الصحراوي من أجل زيارة الأسرى والمعتقلين، منهم 10 أطفال علاوة على أن باقيهم من النساء والرجال الكبار في السن، زاروا 32 معتقلا ضمن يعني التسهيلات التي تحاول أن تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لذوي المعتقلين والأسرى من أجل زيارة أبنائهم. هذه هي صورة الأوضاع في قطاع غزة حتى هذه اللحظة زميلي الخميس. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات زميل فؤاد جرادة، كنت معنا مباشرة من غزة. الآن إلى زميل هاني فنون والذي ينضم إلينا من بيت لحم. هاني، إذن البؤرة الاستيطانية في الخضر ومماطلة الاحتلال في إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، بالإضافة إلى التطورات المدنية التي تشهدها المحافظة بشكل عام، تفضل.
اهلا ومرحبا بك خميس وبجميع مشاهدي برنامج مراسلون في الميدان. قبل الحديث عن البؤره الاستيطانيه التي انا اقف بالقرب منها، ساتحدث عن اقتحام المستوطنين في منطقه البرك السليمانيه التي تقع في اراضي قريه ارطاس وايضا يعني بمحاذاه بلده الخضر. المستوطنون يعني يقيمون صلوات تلموديه في هذه البرك، وخاصه في البركه الثالثه التي اعتاد عليها المستوطنون على اقتحامها. يوم الخميس الماضي كان الاحتلال ايضا يعني نفذ او قام كان يقوم بحمايه المستوطنين في عمليه اقتحامهم واقامه صلوات تلموديه في هذه البركه. ايضا الاحتلال يخطط يعني من خلال يعني ايضا المستوطنين الى اقامه طريق رسميه من المستوطنات والبؤر الاستيطانيه التابعه لمستوطنه افراط الى هذه البركه لكي يعني تصبح من ضمن او تحت سيطره الاحتلال والمستوطنين الذين يعني دائما يدنسونها ويقتحمونها ويقيمون فيها صلوات تلمودية. أيضا الاحتلال على حاجز الكونتينر حاجز وادي النار إلى الشمال الشرقي لبيت لحم اعتقل أحد المواطنين أثناء ذهابه أو مروره من خلال هذا الحاجز، وهو من منطقة أبو نجيم. أيضا في ساعات الفجر الأولى وأيضا بعد منتصف الليل الاحتلال اقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم وقام باقتحام ومداهمة عدد كبير من المنازل. يعني المواطنين رصدوا ووثقوا حالة الاقتحام من تكسير للأبواب، خلع للأبواب وأيضا تهشيم للزجاج وأيضا سرقة أموال من صاحب منزل قدر بألف دولار، وتم الاعتداء على صاحب هذا المنزل وهو رجل كاهل وكبير في العمر حيث تم ضربه من خلال جنود الاحتلال، وحيث أشار لنا المواطنون أن غالبية من اقتحم هذه المنازل من جنود الاحتلال كانوا مقنعين ويتصرفون بطريقة عنجهية ووحشية باتجاه المواطنين. اقتحموا المنازل واستمرت هذه الحملة من الساعة الواحدة حتى الساعة الخامسة منذ صباحا، يعني مع ساعات الفجر الأولى لم ينفذ اعتقالات، لكن يعني كانت هناك اقتحامات متكررة للمنازل. لا حرمة لهذه المنازل ولا احترام ولم يتواصلوا ولم يعني يعطوا مجالا للمواطنين يعني للتواصل معهم للتفاهم عن آلية هذا الاقتحام لهذه المنازل بالطريقة العنجهية والوحشية التي تعرض لها المواطنون والأطفال، خاصة حالة الترهيب والترويع التي تعرض لها الأطفال في هذه المنازل من كثافة الجنود الذين يعني اقتحموا هذه المنازل، وأيضا العنجهية التي تحدثت عنها في يعني خلع الأبواب وكسر الزجاج وما شابه ذلك من عمليات تخويف للمواطنين. فيما يتعلق بهذه البؤرة الاستيطانية التي أتحدث عنها والتي هي في الصورة من خلفي المسمى نيتف هافوت وهي درب الآباء، يعني هذه المستوطنة تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، لكن يعني قبل أسبوع كان من المفترض أن تنتهي المدة الزمنية التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية خميس ليتم إخلائها، لكن الاحتلال قبيل هذه المدة استغل ويراوغ ويتحايل في هذا القرار من خلال أعضاء من الكنيست. استطاعت المحكمة العليا الإسرائيلية أن تمدد قرار التأجيل قبل يعني أسابيع، مددت القرار إلى عدة يعني إلى 15 من حزيران المقبل، لكن المواطنون هنا يتخوفون من مسألة هذا التأجيل، خاصة أن الاحتلال كما ترون في المشهد أقام هنا شقة طرق استيطانية جديدة تؤدي إلى هذه البؤرة، وأيضا في الجبل أو ناحية هذه الجبل والأراضي الأخرى من جهة الغربية الاحتلال يجرف قرابة 72 دونما من الأراضي لكي وأقام لها بنية تحتية لكي يقوم ببناء حي استيطاني جديد بالقرب منها. هذا الأمر يعني يخشاه المواطنون أولا يعني فيما يتعلق من عملية الإخلاء أنها مراوغة في الإخلاء، وهو الأمر الذي يخشون منه أنه لم تتم الإخلاء أو أنه يقومون أيضا بعد يعني حجتهم بالإخلاء وهذا المزاعمهم بالإخلاء أن يقوموا بهذا البناء وتجهيز هذا البناء الاستيطاني الجديد، وأيضا بعد ذلك يقومون بإخلاء هذه الأراضي أو هذه البيوت التي أصبحت بعد أن كانت بيوتا متنقلة أصبحت بيوت مشيدة من الإسمنت وما شابه ذلك والخرسانة، لكن المواطنون يخشون أيضا يعني أعيد أذكر أنهم يخشون من فعلا أن يسيطر الاحتلال ويكمل هذه الأحياء الاستيطانية الجديدة التي يقيمها على الأراضي. نعم هاني. حول هذه البؤرة وأيضا يضمها من خلال حزام استيطاني يجمع ما بين مستوطنتي
دانيال في الجهة اليمنى من الشاشة، وأيضا بسلطنة ألي عازر. الاحتلال في يعني دعني أشير وأذكر أن الاحتلال واضح جدا، والمخططات التي يعني يخبر عنها في بيت لحم أو يعلن ويفصح عنها أنه يعني من ضمن وفي إطار ما تسمى بالقدس الكبرى يقيم حزاما استيطانيا على الريف الغربي والريف الجنوبي لبيت لحم، وأيضا الريف الشرقي وصولا يعني من منطقة الشمال غرب بيت لحم إلى جنوبها، وأيضا وبشكل دائري حتى وصولا إلى منطقة معالي أدومين بحزام استيطاني. هذا ما يسمى بالقدس الكبرى لجعل مدينة بيت لحم جميعها في يعني محاصرة بالاستيطان، في حزام استيطاني يحاصرها ويفصلها يعني أيضا عن الأرياف. نتحدث عن الريف الغربي لبيت لحم، 5 قرى قرابة 30,000 مواطن يعيشون في الريف الغربي لبيت لحم، وأيضا مثيلاتها في الريف الجنوبي. هم الآن يعني بحكم هذه المخططات الاستيطانية التي تنفذ على أرض الواقع هم معزولون تماما، والاحتلال يخطط أن يقيم لهم عبارة عن حواجز صغيرة أو مداخل صغيرة يقيم عليها حواجز احتلالية لكي يتحكم في عملية دخول المواطنين وخروجهم من هذه المناطق. هذا المشهد يعني الاحتلال يسابق الزمن في البناء الاستيطاني خميس في هذه المنطقة، وهو لا يعني لا نعم ولا لا يلتفت إلى أي يعني إدانات دولية أو أي نوع من الإدانات والمعارضة على هذا البناء الاستيطاني. حتى أنه والمهم في هذا الموضوع أن الاحتلال يتحايل على المحكمة العليا الإسرائيلية في أنه يقوم بتنفيذ قرارات يعني بناء استيطاني جديد في هذه المناطق دون الالتفات إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية. شكرك جزيل الشكر مراسلنا في بيت لحم زميل هاني فنون. الآن إلى الخليل وزميلة عرين العملة وقوات الاحتلال وحادث الدهس الذي قامت به قوات الاحتلال الفتى قصي عبد ربه، بالإضافة إلى التطورات الميدانية التي تشهدها المحافظة بشكل عام. أهلا ومرحبا بك معنا عرين، تفضلي. مرحبا بك خميس ومرحبا بالسادة المشاهدين. بالفعل يعني هناك اعتداء سافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا من قبل آلية عسكرية وجب عسكري إسرائيلي كان يمر بالقرب من قرية لتواني شرقية جنوب الخليل، حيث أقدم على دهس الفتى عبد ربه 17 عاما والإلقاء به إلى جانب الطريق دون تقديم أي إسعافات أولية له. حسب شهود العيان تحدثوا لنا بأنه كان يركب دراجة نارية وأقدم جب الاحتلال على دهسه متعمدا، ثم نقل بسيارة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، حيث يصاب أو أصيب بكسور وردود وجروح وصفت بالخطيرة. في موضوع آخر، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بشكل مكثف على الخطوط الالتفافية والشوارع الرئيسية الالتفافية في جنوب وشرق الخليل، وهناك انتشار مكثف كان لجيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة بن نعيم هذا الصباح، وبالإضافة إلى وضع حواجز طيارة جنوب الخليل في بلدات بالقرب من بيت عوة ودورة ويطا كذلك، وهذه الحواجز كانت توقف المواطنين ومركباتهم وتفتشهم وتعيق حركة مرورهم بين الفينة والأخرى. نتحدث أيضا عن وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع وعرقلت حركة المواطنين من وإلى مخيم الفوار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد يعني إيذاء والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في مخيم الفوار، وكانت تضع حاجز على مدخل مخيم الفوار مما يضطر المواطنين الخروج من طريق يطا للوصول إلى مدينة الخليل بدل المدخل الرئيسي لمخيم الفوار. نتحدث في موضوع آخر، حيث أعد تقرير في هذا اليوم عن حملة مرورية في مدينة الخليل بالتعاون مع وزارة النقل وشرطة المحافظة، حيث هذه الحملة المرورية لتنظيم السير ويعني إنزال السيارات غير القانونية عن الشارع لما تسببه من أخطار وما تسببه من
حذاء للناس، وكذلك كل مظاهر المخالفة القانونية والمخالفة السير لدى المواطنين. هذه الحملة مستمرة لعدة أيام في المحافظة، وسوف نعد تقرير بخصوص هذا الموضوع في هذا اليوم. أما عن الموضوع آخر حيث أتواجد الآن، أنا متواجدة في مركز إسعاد الطفولة، حيث هناك معرض للفنانة التشكيلية هنادي بدر. هذا المعرض الأول لها في مدينة الخليل، وهي فنانة تشكيلية من مواليد مدينة الخليل، وكانت تسكن في كندا وقررت العودة إلى البلاد، ويعني إقامة هذه المعارض التي تحمل سمات فلسطينية وتحمل حنين إلى الوطن. ويعني رغم الغربة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يضطر أحيانا المواطنين لكتابة أو حتى رسم ما يعبر عن ما يختلج في الأنفس. أيضا هذا تقرير آخر سوف يبث عبر شاشة تلفزيون فلسطين. هذا كل ما لدي خميس لهذا اليوم، إليك. رسالتنا في الخليل عرينا العملة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الآن إلى طوباس وضمن فعاليات يوم الطفل الفلسطيني، وقفة تضامنية في المحافظة تضامنا مع الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وتفاصيل مع الزميل أمير شاهين. أهمية هذه الوقفة وتسليط الضوء على قضية الأطفال الأسرى. نعم، يعني اليوم من محافظة طوباس والأغوار الشمالية سنتحدث عن أبرز الفعاليات التي شهدتها المحافظة، لا سيما وأن مدينة طوباس شهدت وقفة تضامنية مع الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه الوقفة تأتي ضمن برنامج إحياء يوم الطفل الفلسطيني. هذه الوقفة التي شهدتها مدينة طوباس بتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبمشاركة كافة المؤسسات الرسمية وفصائل منظمة التحرير وعلى رأسهم حركة التحرير الوطني الفلسطيني. فتح لمزيد من هذه على التفاصيل على هذا الموضوع معي هنا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة طوباس أو محافظة طوباس أحمد أبو الحسن. يعني سيد أحمد، لو تحدثنا عن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارسها مصلحة السجون بحق أطفالنا داخل السجون الإسرائيلية. يعني بداية نتوجه بالتحية، كل التحية إلى أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. هؤلاء الأسرى الذين أفنوا حياتهم وزهرات شبابهم خلف القضبان الدامية من أجل فلسطين ومن أجل الحلم الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف، من أجل كرامة الإنسان الفلسطينية. فنحن هنا اليوم وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبكافة الفعاليات الرسمية والشعبية لإرسال رسالة صرخة للعالم لما يعانيه أطفالنا داخل سجون الاحتلال وداخل أقبية التحقيق. فالمجتمع الدولي والقانون الدولي كان واضحا عندما تحدث عن الطفل، فجميع اتفاقيات جنيف الأربعة التي أقرت أن الاعتقال والاحتجاز هو الملاذ الأخير، ولكن إسرائيل ضربت هذا كل شيء بأرض الحائط واعتبرته الملاذ الأول، ناهيك عن الانتهاكات والتفتيش والعذابات والولايات التي يعاني منها الأهل أثناء الزيارة. وللأسف العالم اعتبر أن هذه الدولة الإسرائيل فوق القانون الدولي وفوق القانون الإنساني، فهي فوق حقوق الإنسان وتدوس الأطفال. فنحن لن نتوالى لحظة واحدة، ونسأل الله العلي القدير أن يسهل طريق قيادتنا وطريقهم في سبيل نيل أسرانا البواسل حريتهم حتى تحريرهم إن شاء الله. تحدثنا، أكيد يوجد لديكم إحصائيات عن عدد الأطفال المعتقلين داخل سجون الاحتلال، حدثنا عن هذه الإحصائيات. وفي الفترة الأخيرة في الهبة الجماهيرية شهدت هذه الفترة اعتقال العديد من الأطفال، العشرات بل المئات. إسرائيل لا تفرق بين شيخ أو كهل أو طفل، فهناك أسرى داخل السجون الأطفال. إسرائيل استباحت كل ما هو موجود. لدينا اعتقال أكثر من 750 طفل داخل سجون الاحتلال، فمحافظة طوباس 45 طفل أبنائهم داخل السجون، منهم مؤبدات ومنهم من أمضوا فترات طويلة داخل السجون.
إسرائيل لن تتوقف عن هذه الانتكاسات، ونحن نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بإيقاف وإلجام هذه الدولة حتى تحرير أسرانا البواسم من سجون الاحتلال. في يوم الطفل الفلسطيني هناك رسالة لأطفال الشعب الفلسطيني إلى العالم كغيرهم من أطفال العالم الذين ينعمون بالأمن والأمان، أكيد قابلتم أسرى أطفال خرجوا من السجون، رسالة الطفل الفلسطيني إلى العالم وإلى المؤسسات الحقوقية وإلى المجتمع الدولي الذي يعني يصمت على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال؟ رسالة الأطفال هي للعالم وصرخة للعالم أجمع أننا لدينا أن نعيش الحرية، هذه الحرية من أجل أطفالنا، من أجل نسائنا، من أجل هؤلاء الذين داخل السجون الذين عاشوا ويلاتهم وعذاباتهم داخل السجون، من حقهم أن يتحرروا، من حقهم أن يعيشوا كباقي شعوب العالم. نحن كفلسطينيين وكهيئة شؤون الأسرى والمحررين نتوجه برسالة إلى المجتمع الدولي بأن يلجم هذه الدولة، دولة إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون، فوق حقوق الإنسان. بالتالي نحن واضحون أن إرادة السجين حتما ستنتصر على السجان، فمهما طال الزمن فحتما ستشرق شمس الغد حتى الإفراج عن كافة أسرانا من دخول من سجون الاحتلال. شكرا لك رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أحمد أبو الحسن في محافظة طباس. يعني خميس أيضا في موضوع الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار الشمالية، تشهد معظم المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية توسعا ملحوظا، هناك توسعا في مستوطنة روتم وسلعيت وشتمات مخولة، هذه المستوطنات تقع بجوار بعضها البعض، وهنا أصبح الهدف واضحا هو ربط هذه المستوطنات ببعضها البعض وإقامة تجمع استيطاني كبير حسب ما أفاد لنا مختصون في الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية. أيضا معظم التجمعات السكانية في الأغوار الشمالية في الآونة الأخيرة تشهد اقتحاما متكررا من قبل جنود الاحتلال، كان آخر هذه الاقتحامات شهدتها خربة حمصة الفوق بالأغوار الشمالية، قام جنود الاحتلال بالعبث بمحتويات الخيام وبث الرعب بين صفوف الأطفال والنساء بحجج أمنية واهية وهي البحث عن سلاح أو بحث عن مطلوبين لديها. شكرا جزيلا لك مراسلنا في طباس الزميل أمير شاهين على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا ختام مراسلنا في الميدان، أشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بخير وفي أمان الله.